إيه، ازاي اعيش حياة طيبة وانا عندي مشاكل وعندي آلام نفسية وتعبانة؟ إيه، في حاجات ما تعملهاش. ايه بقى؟ إيه، اياكي والتردد. لا، التردد ده من الشيطان. مبدئيا كده مش هسمع قاعدة بفكر، لا الكلام ده كلام فارغ. الفكرة بتيجي مرة واحدة، الافكار بتيجي مرة كده زي هاتف كده، زي فكرة يعني، عارفة انت، حاجة جات مفاجأة دي اسمها الافكار. انما اللي انت بتقعدي تعمليه ده وتقعدي تفكري كتير 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 كده، ده مش صح. امال ايه الصح؟ الصح مثلا هنفترض معاكي ان انا جات لي فكره ان انا اغير مطبخي، ما تقعديش بقى ايه، طب اعمله ما اعملوش، اعمله ما اعملوش، لا استخيري. وبعد كده خشي تدوري على التصميم اللي انت عايزاه، وبعدين شوفي مين اللي ينفذه وخلصي. مش عايزين بقى نقعد اصل انا خايفه قوي، اصل انا عايزه اعمله حلو قوي، اصل انا حريصه قوي، فده بيعملك تردد. لا، خدي القرار واخلصي. وطبعا وبالاستعانه بالله. طبعا ما وثقيش بقى، ما تاخديش قرارات بقى وانت غاضبه خلاص، يعني طب والله لا اعمل واسوي عشان مش عارفه ايه، اصل انا هعمل مش عارفه ايه. ماشي، يعني الموقف حصل اهو، نهدى وبعد كده نشوف هنعمل ايه. الغضب ده بيبقى يعني زي ما تقولي كده تصرف لا ارادي. احنا بقى عايزين نحول التصرف ده من اللا ارادي لارادي. يغضبي ماشي، بس عن قصد، يعني انت عايزه تعملي كده. لان بصي، انت ما بتكوني من النوع ده بتاخدي القرارات وانت زعلانه وكده، ده حاجه غصب عنك، ما تلوميش نفسك عليها، هي البيئه اللي حولتك كانت كده، الناس اللي ربوكي كانوا بيتصرفوا التصرفات دي، ساعات بياخدوا كل قراراتهم وهم زعلانين، ما ياخدوش قرارهم عادي. والله ما انا داخله لها بيت تاني، والله انا مش عارفه ايه الكلام ده كله. بصي انت خليكي واعيه، بس هي بس كل الحكايه خليكي واعيه ان انت دلوقتي حصل حاجه زعلتك اغضبتك، خلاص. طيب ايه اللي المفروض اعمله؟ اسكت حتى يسكن الغضب، وادرس الموضوع تاني وفكر فيه واخد قرار، بس اجريش. ده طبيعة بشرية، محتاجة بس ان هي تتهذب، اشتغلي بس عليها كده، ومرة مع مرة هتبقى احسن. ايه تاني؟ ما تحبسيش مشاعرك، ما تخبيهاش، يعني لا قولي انا زعلانة، قولي انا متضايقة، قولي انا بحب كذا وانا بكره كذا. اصلا انا لو قلت عيطي عادي، مجيش اصلا كده، هي اللي حواليا هيبقوا يعني هيزعلوا مني. هل هو انت قمصه بتزعلي كتير او بتزعلي كتير؟ خلاص يبقى ده عيب فيكي، حلي برضو دي، عايزه مشكله عايزه تحلي برضو. هقول لك عليها دلوقتي، يعني حاولي انك انت تعملي عشان ما تزعليش كتير. وطني نفسك كده على ان الناس هتغلط، والناس هتعمل مشاكل، والناس هتسيء، والناس هتتصرف غلط، والناس هتختار نفسها، والناس ضعيفة، والناس غلبانة، والناس عندها مشاكل كتير، الناس مش ناقصاك. ده مجرد الأفكار دي ما تيجي في دماغك، مش نفسك انك انت متضايقة او تتهمي نفسك بحاجة وحشة عشان انت زعلتي. لا، انت زعلتي، ده طبيعي تزعلي، بس هدي انت نفسك، طبطبي انت على نفسك، فاهمة؟ قومي انت بالدور ده بالنيابة عنها، كل نفسك هي كده، وده طبعها كده، وهي مش هتتغير، وانا الحمد لله عندي القدرة على ان استحملها. طيب ايه تاني؟ في حاجات ما تعملهاش، زي ايه بقى؟ بلاش الفضول، يعني انا عايز اعرف الست دي بتفكر ازاي، انا عايز اعرف الراجل ده بيشايفني ازاي، انا عايز اعرف جوزي بيعمل ايه، نفسي اعرف هو بيحبني ولا لا، نفسي اعرف هي اختي وامي كانوا بيتكلموا في ايه، هما بيدبروا ايه، هي اختي ناويه تعمل ايه. عارفه انت، كل ما غاب عنك فهو غيب، كل ما غاب عنك فهو غيب. واعرفي ان الغيب ده مش حاجه وحشه، مش انت قاعده نايمه على ودانك، لا، ما الغيب ده غاب عنك فقد يكون خير او يكون ملوش لازمه بالنسبه لك، مش هيفرق حاجه. فما كان غيب عنك سيبيه غيب زي ما هو، تحاوليش تسعي انك يعني تعرفيه، لان في حاجات يعني اذا عرفتيها مش حلوه،
خلي اختك تقولك ان انت هنا بتحبي، خلي صاحبتك تقولك ان هي قد ايه بتعزك، انت فاهمه؟ ما فيش داعي تقعدي تفتشي في قلوبهم وتعرفي المستور جوه نفسهم. لا سيبيه، سيبيه مستور، عارفه انت ربنا امر بالستر، سيبي المستخبي بيستخبي زي ما هو، خليه مستخبي، ما تحاوليش تنكشي تعرفيه. طبعا اللي بيحصل بكره ده مدخل كبير جدا من الشيطان، اللي هيحصل في المستقبل هو اللي هيحصل في منظر الفضول. يا ترى ابني هيخش الكليه دي؟ يا ترى انا فعلا هنفع؟ يا ترى انا لما اشتغل الحاجه دي هنجح؟ عندنا فضول الاول اللي هيحصل بكره. ما تفكريش في بكره ده خالص، هو ممكن ما يجيش يعني. وكل ما تجيلك الفكره اطرديها، ما هي هتيجي على فكره، هي هتيجي لك الفكره دي، فانت ترضيها. كل ما تجيلك ترضيها، كل ما تجيلك ترضيها. يا ترى انا هقدر؟ ما الله اعلم ما يجي وقتها. يا ترى هينفع؟ لا ما حدش عارف، الله اعلم شوف هيحصل ايه. يا ترى هنروح؟ انت من نفسي روح قوي، حدش عارف، سيبها على الله كده. كل كاني جواكي وعظ، انت فرمين انت نفسك. كل ما تلاقي نفسك كده رايحه في التطلع الى عالم ايه ده، شفت بتقول ايه ده، معناه ايه دي؟ بس ما عايزوش تراجيم، انا ما اعرفش اللي جوايا ايه، مش عايز اعرف. ده اصل هي نيتها كده، ما اعرفش نيتها دي، نعرف منين نيتها دي؟ خلصت؟ لا اصل بيبان، حتى لو باين اكيد، لا مش اكيد، خلاص يبقى هو في عالم الغيب، انتهت عالم الغيب، ما تنكشيش فيه خلاص. ليه هتتعبي؟ مش اكتر، انت ده كده بتأذي نفسك، فليه أذي نفسي؟ لا احمي نفسك من فضول للحاجات دي. طيب ايه كمان؟ ما فيش داعي بقى لليأس والقنوط اذا طال البلاء. طيب اذا طال البلاء ده ليه معنى؟ حطيها في دماغك كده قاعدة. طال البلاء يبقى انت منجحتيش على طول. ازاي بس؟ ده انا صبر والله، ده انا راضي. ابدا، طال البلاء انت منجحتيش. طيب ايه الحل؟ اول حاجة في التعامل مع البلاء نرضى ونصبر كده، خلاص هو حصل، نرضى الحمد لله لو ما كانش اكتر من كده، نصبر، نمسك نفسنا ان احنا ما نتسخطش ولا نقول يا رب ولا نقول هو انا عملت ايه في دنيتي ولا الكلام ده، لا نصبر ونستنى كده. وبعد كده نعرف، حط في دماغك كده ان في مخرج، في مخرج، كل اوضة ليها باب، في مخرج للي انا فيه ده، هو فين انا مش عارفه، بس هو في مخرج، فما دوري عليه، ما تيأسيش بقى، ما تدبر عليه، اسعي ادعي. زي واحنا مثلا في المدرسة ولا في الكلية ولا حاجة، لما كنا بنسقط في مادة كانوا بيعملوا ايه؟ بيعيدوها لنا تاني، بتقعدي تذاكريها كتير تاني، فطالما بتبتلي كتير كده ولا ورا بعض ولا في حاجة معينة كتير، في حاجة، في حاجة هنا محتاجة تتعلميها، فاتعلميها، ما تكبريش. بس بص، فكرة ان الناس هي اللي وحشة والراجل اللي معايا ده هو اللي شرير، وان مش هتنفعك يعني، فاهمة؟ والناس اللي حواليا ناس مش كويسين وكده، هي ممكن يكون فيها جانب صح، بس هي مش تنفعك، مش تنفعك، هتطولك في البلاء شوية. فبلاش ننسي بالشر والمشاكل بتحصل للناس اللي حوالينا، خلينا نقول ان احنا بنفهم غلط، خلينا نقول لنفسنا انت طبعك مش متوافق مع طباع الناس اللي حواليكي، محتاجة تغير الطبع دي شوية. بلاش تشخصين الموضوع، بلاش تظني اللي هو الفهم اللي هو مفهوم الخطاب ده، مفهوم الخطاب ده مع الناس بلاش، اصل طالما هي قالت كده يبقى ده معنى كده، لا بلاش الكلام ده مع الناس خالص، بلاش خالص، لا خلينا هو اللي قالته ما تحملوش اكتر من حجمه خلاص. لان مشاكلنا، حط في دماغك برضو، مشاكلنا مش الناس هي السبب فيها، احنا السبب فيها. طب ايه كمان؟ ما تقعديش مع ناس سخيفة، مع ناس كلامها بايخ، مع ناس تافهة، مع ناس نكدية، مع عارفة انت الناس اللي هي تقيلة على القلب دي، اللي هو انت ليه ما عملتيش، انت ليه ما سويتيش، انت ليه ما بتجيناش، انت مش تزورونا، انت ليه مش بتزورونا، ما بتكلموناش ليه يعني، عارفة الناس السائلة دي، ما تقعديش معايا، هو يعني لو انت مضطرية كلمتين واسكتي، صمت
الصمت ده نعمة والله العظيم. اسكتي اسكتي خالص، سيبها تتكلم، سيبها تلومك، سيبها تبستفك كده بس ترديش خلاص. بس اذا اتاحت لك فرصة انك بتشوفيش وشهم دول، ما تشوفيش وشهم دول، فعلا هيعكننوا عليكي وهيفسدوا عليكي حياتك. عشان كده بقولك حوطي نفسك بناس كويسين، والناس الوحشين تجنبيهم، قليلي معاهم جدا. حاولي في البيت، طبعا عارفة دي صعبة هو على الستات جامد جدا، ان هو ما يكونش فيه زعيق وصخب في البيت. يعني نحاول نخلي الاولاد هاديين وما يعملوش صوت وما نندهش على بعض. بنتك عايزاك انت في المطبخ، تجيلك المطبخ تندلكيش، وانت ما تندلاش روحي. خلينا نتجنب الكلام ده كله. ليه؟ من الحاجات اللي بتعمل روقان على فكرة، قعدة بسيطة عادي. يعني لو انت بتشتكي من انك انت دايما مقريفة ودايما مزاجك مش رايق، ممكن يكون احد الاسباب ان في صوت عالي في البيت. طبعا مش عايزة اقول لكم بقى الرجالة بتسيب البيوت بسبب الحركة دي، فحاول تخلي البيت هادي. انا عارفة دي اصعب نقطة اصلا من كل النقاط اللي فاتت، لانها بتحتاج يعني ام مركزة في الموضوع حاطة في دماغها، انت فاهمة يعني. ليه اصلا مش سهلة تقعدي بقى ورا كل واحد بيتكلم تقولي له وطي صوتك؟ تخيلتي بقى عايشة حياتك تقولي للناس اللي حواليك وطي صوتك؟ هي فعلا صوت عالي عادة سيئة، من العادات السيئة اللي محتاجين ان احنا مع نفسنا ما نعملهاش، ونحاول نظبط الناس اللي حوالينا، عيالنا بالذات يعني نقدر عليهم. بلاش تسخطي بقى، يعني بلاش تقعدي تقولي ليه ومش ليه، وانا كنت عملت ايه، ده انا ست كويسة ليه اتجوز عليا، ده انا كنت بحبه ليه اتك عليا، هو دايما الدنيا كده، ده انا حظي كده، الكلام ده كله ملوش لازمة. امال تستبديها بايه؟ تستبدليها ان ده ابتلاء، وانت ان شاء الله يعني هتستفادي من الابتلاء دوت وهتنجحي فيه وهتعدي، وان الموقف اللي حصل ده حصل لاختبارك، وان المشقة اللي انت بتقابليها دي او الموقف الصعب اللي انت بتتعرضي له دوت، وجوزك مثلا عمل فيكي حاجة، امك اتهمتك بحاجة، دي محنة وهتعدي، هتزول وهتعدي بطريقة، وانا ذكية كفاية الحمد لله ان انا هعرف حل مشاكلي. هتعرف تحل مشاكلك، مش هنلم الشارع عشان يحل لنا مشاكلنا، مش هروح لبابا عشان يحل مشاكلي، في حاجة اسمها انا هحل مشاكلي ان شاء الله بالاستعانة بالله. ومش هتعرف تعمل اللي بقولك عليه ده عشان تبقى عارفة طول ما انت ما بتقرأيش او بتثقفي نفسك، مش ريحي نفسك. الكلام ده كله هيبقى بلح لربات البيوت اللي ما بيقرأوش، اللي ما بيثقفوش نفسهم، اللي ما عندهاش يعني فضول العلم ده، وانها تعرف انها تتعلم، انها تحب العلم وتحب تعرف. لا مش هيبقى عندها الكلام ده، مش عندها القدرة دي خالص. ايه تاني؟ بلاش بقى الذنوب، ماشي؟ يعني هي مش ناقصة، يعني انت ازاي شايفة اهو الدنيا صعبة ازاي، كمان هتعملي ذنوب؟ هي ناقصة؟ الذنوب دي مصيبة، دي مصيبة لوحدها. يعني انت لو وقفتي ذنوب، انت لو وقفتي ذنوب كده يعني خلاص خلاص، انت في معية ربنا، متخافيش بقى وتقلقي. انما انت تعملي ذنوب لا، خافي بصراحة، انا بقولك اهو خافي، خافي بقى من بكرة، وخافي من الناس. طبعا خافي، فلا هتحصل لك مشاكل كتيرة جدا جدا. بس الذنوب دي هقولك على حاجة بس منها كده، مصيبة هي بتعملها، هي بتعمل أبصار، تخليك ما تشوفيش الخير، ما تعرفيش عدوك من حبيبك. يبقى لو قدامك حاجتين، واحدة حلوة وحاجة حلوة وحشة، هتختار الوحش. كفاية يعني، ده ابتلاء شديد اوي ده.